الحلم عبد الرحمن ممارسة كرة القدم واللعب مع أقرانه. الحلم لا يجد سبيله للتحقيق، فرغم كون قيمة العملية الجراحية اللازمة له لا تعتبر كبيرة، إلا أنه يواجه عصر توفيرها بعد عسر آخر يتعلق باستحالة إجرائها بالجزائر. أحب عندي عملية، ما جتهم نودة هادية، نعم جد تانية هادية. حبيت. وعلاش دار العملية عبد الرحمن؟ حبيت نبغى، حبيت لا ما تحابي، حبيت لا بانو. العمل تاعي هو راني مع طبيب، طبيب اللي راني معاه في تونس. هذا اللي نقدر انا باش. شحال قالوا لك لازم؟ دوكا باش يكملوا العمل 100 مليون. 100 مليون ماهيش غير تاع طبيب، هو قدر لي العمليه تاع لوتراجي تاعنا اللي نديروه والاقامه اللي نقيمو فيها، ومن بعد العمليه نزيدو نقعدو واحد 6 ايام 7 ايام باش يعاود يشوفو مع الدواء ديالو. قال لي 100 مليون. مرض جيني نادر يعاني منه عبد الرحمن تسبب له في عده اعاقات وشل تقريبا جميع حواسه. الان ما حدوليش المرض النادر. المرض النادر قاسو في صحته كامل، قاسو في العظم، قاسو في الغطاخ تاعو في اليمسي اللي دارها، قاسو في الودن، قاسو في عينه، قاسو في الهضره. هاوليك المرض النادر باش نقول لك هنا في بلادنا حدولي المرض النادر تاعو ما حدوهوليش. إعاقة عبد الرحمن جعلته يتخلف كثيرا في الدراسة رغم إدماجه في قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة. هو عبد الرحمن وكان كيما الاطفال العاديين يهدر ويفهم وكامل، راهو يقرا سنه دوزيام اني سام غدو بلا سنه ثانيه مرتين، كي عاود دخلته في القسم الخاص اللي دوك اللي راهو يقرا سنه ثالثه ابتدائي. مي الحمد لله في كيسيون تاع الدراسه راهو يتبع مع الشيخه. بصح حنا واش نحتاجو، واش نحتاج انا وليدي؟ انا وليدي ماهوش ينطق الحروف، عنده بروبليم، ميم بروبليم دونتيغ، عنده سنانو ما يقدرش يهضر ينطق مليح، لازم لنا اورتوفونيس في القسم. وبغض النظر عن مكامن علاج عبد الرحمن، إلا أن والدته ترجو التفاتة من وزارة التضامن تعيد فيها النظر في أقسام ذوي الاحتياجات الخاصة، فعادة ما يقوم مدراء المؤسسات التربوية بدمج جميع الفئات في قسم واحد رغم اختلاف الإعاقات.